السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أحبتي في هذه الحلقة الجديدة التي سوف نتمم فيها الكتاب الشيق لأنك الله مع اسم الله الصمد، فعلى بركة الله. ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت، ولكن أمامه لا تضع إلا مرضاة الله، إلا مراقبة الله، إلا حب الله. إذا بحثت عن شيء فلم تجده فدعه وانشغل بالله، هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ إليه لتقول: اللهم رد علي ضالتي، فيردها. يريدك أن تنشغل به عن حاجتك، ولكنك تنشغل بها وتنساه. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام بالغ النفاس في هذا المعنى، فتأمله بقلبك ثم اجعله بقرب من أوجاعك وكربك وحاجتك. يقول: العبد قد تنزل به النازلة، فيكون مقصوده طلب حاجته وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب من الرزق والنصر والعافية مطلقا، ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم بذكره ودعائه، ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته، وذلك من رحمة الله بعباده. يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. تنقطع الأمطار وتصبح الدنيا قاحلة على عهد موسى عليه الصلاة والسلام، فيخرج هو وقومه وهم آلاف من الرجال والنساء والولدان، فيرى موسى نملة خرجت رافعة يدها إلى السماء صامدة إلى رب السحاب، فعلم موسى أن هذا الصمود وهذا الدل لن يعقبه إلا هطول السماء بالماء المنهمر، فقال لقومه: ارجعوا فقد كفيتم. فعادوا على صوت الرعود ورداد المطر. يقول الكاتب: في طفولتي كنت أسمع دعاء لأحد القراء فيهزني: اللهم أوقفنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. هذا الإيقاف للمطايا بباب الكريم هو معنى الصمد، أصمد إليه. يجب أن تعلم أنه لو لم يأذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لما ارتفع عنك ذلك المرض، فاصمد إليه أن يشفيك. يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى، فاصمد إليه أن يحفظك. يجب أن تتأكد أنه لو لم يحدك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط، فاصمد إليه أن يكون معك. ولهذا تصمد إليه لترتاح، ليهدأ لهاثك، لأنك بدونه تركض وتلهث وتتوتر. أنصت إلى أولئك الذين تعبث بهم سفينة أو يرون الموت وهو مقبل عليهم وتعصف بهم رياح التقلبات، سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه: يا الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم
دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه هناك أم من يعم. كيانك إن لم تقل يا الله، فإذا لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا، وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا، وإن لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة. لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه، ومصيبة تذكرنا باسمه، وكارثة نعود بها إلى المسجد؟ ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون حوائج وكوارث ومصائب؟ هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا ننكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسينا كل أوهامنا، ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله؟ عدل بوصلة قلبك باتجاهه، ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك، ستصل، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا التجأت لفلان من الناس صباحا، قد يغلق بابه دونك في المساء. إذا نصرك على زيد قد لا ينصرك على عمرو، إذا أعطاك اليوم فسوف يمنعك الغد. أما الله فلا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، يعطي بالليل والنهار، ينصرك على الجميع إن كنت مظلوما. لا يغلق بابه، يده سحاء الليل والنهار، أكرم الأكرمين، لذلك تصمد إليه كل الخلائق. فإذا جربت أن تصمد إلى غيره في حاجة رجعت خائبا، ولا بد ولا محالة. إذا طلبت غيره قد لا يجيبك، أو قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك، أو يلبيه ولكن ناقصا، أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة إهانة، وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر إليه. يقول الكاتب: دخلت قديما مكتب وكيل إحدى الجامعات، وقد كتبت له معروضا في شأن من شؤون دراستي، ثم شرحت له بعض التفاصيل، فقال: لا تكثر الهرج، الناس لا يريدونك أن تكثر من الهرج، ولكن الله يحبك. إن كثرت من الهرج بين يديه فهو يحب العبد اللحوح في الدعاء، فلماذا تشكو لغيره وتتركه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. ما دام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله. أعجبتني مقولة نقلها أبو حامد الغزالي عن إحدى العارفين، يقول فيها عن اسم الله الأعظم: فرغ قلبك من غيره ثم ادعه بأي اسم يجيبك. وهذا فحوى معنى الصمد. اجعل في قلبك الله، ثم قل أي شيء من مرضاته سيكون إلهي المسحة ورباني الصبغة. كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك: لديك رب فالتجئ إليه. المرض رسالة لتدل له، والفقر برقية لتسجد له، والضعف مكالمة تقول لك: استجلب القوة من القوي. الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد إليه. وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظه في نفسك وجوارحك، سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصره. الصمد: لا تهدأ قلوب خلقه حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه. وإلى هنا أضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة لتتمة اسم الله الصمد من الكتاب لأنك الله. إلى اللقاء، مع السلامة.